السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفاد الكرام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدي. كيف حالك يا علي؟ الحمد لله يا جدي، الحمد لله. وأنت يا فاطمة كيف حالك؟ الحمد لله يا جدنا، ونريدك أن تكمل لنا السيرة. حسنا يا أحفاد الكرام، نريد أن نعرف الواجبات الأخرى يا جدي التي علينا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول شيء يا أحفادي ينبغي علينا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنا نحبه حقا علينا أن نطيعه صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه، فقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وما معنى هذه الآية يا جدي؟ معنى الآية أن الله سبحانه جعل اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم دليلا على حب الله جل جلاله، بمعنى إذا اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على أننا نحب الله، فمن أحب الله اتبع رسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله يا علي ويا فاطمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن اتبعتم رسول الله سيحبكم الله ويغفر الله لكم. نحن والله يا جدي نحب الله. نعم يا فاطمة أعلم ذلك، ولكن المحبة لها دليل، ومن أقوى أدلة المحبة أن تتبعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أي شيء نتبعه يا جدي؟ نتبعه يا علي في أقواله وفي أفعاله وفي حاله صلى الله عليه وسلم. نريد مثالا يا جدي على ما تقول. الأمثلة كثيرة جدا يا فاطمة. إننا مثلا حينما نتوضأ ينبغي علينا أن نتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا صلينا ينبغي علينا أن نصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم يا جدي؟ حسنا يا فاطمة، هذا موضوع آخر. هل سنفتح الآن في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نتكلم أن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب رب العالمين ينبغي عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ كما كان يتوضأ رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويصلي كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، ويصوم كما كان يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وماذا عن الصلاة يا جدي؟ أن تركع يا علي كما كان يركع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تسجد كما كان يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقف كما كان يقف رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تقرأ كما كان يقرأ رسول الله، تصلي يا علي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى النوم يا أحفادي ينبغي علينا إذا نمنا أن ننام بالأدب الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوم؟ وماذا عن النوم يا جدي؟ وهل هو دليل على أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقصد يا فاطمة أن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينام بالآداب التي كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، فننام على وضوء
فإذا أردتم أن تناموا تناموا على وضوء، وننام على الجنب الأيمن كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ونستقبل بوجوهنا القبلة. وكذلك أيضا السلام دليل على أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام دليل على أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فمن الذي علمنا السلام يا علي؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نلقي السلام على من نعرف ومن لا نعرف. هناك أداب للسلام، ماذا نقول إذا دخلنا، كيف يسلم بعضنا على بعض. نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب السلام، بل وفي الطريق. وماذا عن الطريق يا جدي؟ الطريق له آداب يا فاطمة، ينبغي علينا أن نتحلى بها. ألم أقل لكم يا أحفادي إن الأمر يحتاج منا أن نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في السلام، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في العبادات، في الأخلاق، في هذه الأشياء. هذا ما ينبغي علينا إن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي علينا يا أحفادي أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نطيعه في أي شيء يا جدي؟ نطيعه في كل شيء يا علي. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وبما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جدي؟ أمرنا بأشياء كثيرة يا فاطمة، كلها في مصلحتنا. أمرنا أن نوحد الله ولا نشرك به شيئا. أمرنا بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج. أمرنا بالأخلاق الفاضلة والمعاملات الحسنة، وينبغي علينا أن نطيعه في كل ذلك. أنا حزينة يا جدي. ولما يا فاطمة؟ لأنني أرى أحيانا بعض النساء المسلمات متبرجات، فإنهن لم يطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجاب. حقا ما تقولين يا فاطمة، نسأل الله أن يهديهن. وأنا أعلم بعض أصدقائي يكذبون أحيانا يا جدي. انصحهم يا علي، وأخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ورغبهم في أن يصدقوا ولا يكذبوا. أحيانا يا جدي أرى من يسيء معاملة أمي، فهل هذا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا فاطمة، ليس ذلك من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأكيد أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ضعيفة، خصوصا بالأم يا جدي. نعم، خصوصا بالأم. وكأنك يا فاطمة تحفظين شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. نعم يا جدي أحفظ. وماذا تحفظين يا فاطمة بهذا الشأن؟ أخبريني يا بنيتي وأسعديني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن خير الناس بصحبتي: قال أمك. قال الرجل: ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمك. فقال الرجل: ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمك. ثم قال الرجل: ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أبوك. جزاك الله خيرا يا فاطمة. هل عندك شيء يا علي؟ نعم يا جدي، أحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر الوالدين. قل يا علي وأسعدني. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فقيل له: ثم أي؟
فقال له بر الوالدين. فقيل ثم أي؟ فقال الجهاد في سبيل الله. جزاكم الله خيرا وأحسنتم القول. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.